الإيثار بيد مد يد الغوث للفقراء والمساكين، لا سيما والبلاد بتمر بظروف اقتصادية صعبة، فهنا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخامسة، نريد الأجواء الرمضانية التي تشعر الناس بتعظيم شعائر الصيام والاعتكاف وكذا. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الكف عما يحبط الثواب من الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، ليس باللسان فقط، ولكن الآن على مواقع الاتصالات والفضائيات. فأرجو من هؤلاء أن يأخذوا عطلة تدريبية للكف عن إيذاء الخلق. لعل النصيحة السابعة الآتية أم السادسة؟ السادسة. أريد أيضا أن أنصح نفسي وإخوتي وإخواني الصائمين بأن نكون مرآة طيبة لأثر الصيام فينا. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إني صائم.